نفسه يعني. الفنانة حنان شوقي. أستاذة حنان أهلا بيكي. مساء الخير يا أستاذ مساء الخير، وائل. اتفضلي يا أستاذة حنان اتفضلي. بصراحة أنا عايزة، أنا محفوظ دخل قلبي، وحسيت إن يا ريت كل الولاد اللي قد محفوظ يبقى بدماغ محفوظ وبقلب محفوظ. محفوظ عمل حاجة وحشة، عمل حاجة غلط اللي هو تهريب، بس هو مش فاهمها إن هي تهريب. هو محفوظ عاوز يثبت ذاته كراجل. أنا حابة في محفوظ إن هو عاوز يبقى راجل، وأنا شايفة بأمانة يا أستاذ وائل، أنا شايفة راجل ملو هدومه، راجل بمعنى الكلمة، راجل حتى مش عاوز يأذي المذيعة اللي هي أذته، فراجل متسامح. أنا شايفة في محفوظ في المستقبل راجل أعمال صالح، راجل أعمال جدع، راجل أعمال راجل، راجل بجد. خايف على الناس اللي هو يعرفهم فعاوز يشغلهم، فقعد ما بيهموش نفسه فقط، لا ده عاوز الناس اللي هم شايفهم في حالته وشايفهم تعبانين. فأنا بحترم فيه ده. أنا شايفة راجل جامد جدا. ياريت كل الشباب يبقى عندهم فكر محفوظ، وما يبقاش احنا شايفين كل الشباب دلوقتي يا أستاذ وائل بينزلوا من عربياتهم وبيعملوا كيكي. انا شايفة في محفوظ ان هو عاوز باصص لمستقبل محفوظ، مش باصص ان هو ياخد من باباه او مامته او يتسند على اي حد. هو بيقولك بتسند على دراعي. النوعية دي من الشباب لازم كلنا نقف جنبها. وانا بشكر الاستاذ نجيب ساويرس. استاذ نجيب ساويرس شاف في محفوظ حاجة كبيرة جدا جدا. انا سمعته وهو بيتكلم وشايفة في نبرة صوت نجيب ساويرس ان محفوظ ده راجل اعمال المستقبل، راجل الاعمال الجدع، راجل الاعمال الشريف. هو عمره ما هيغلط الغلطة اللي هو وقع فيها دي خالص. استحالة محفوظ هيعمل العملة دي. انا شايفة براءة شديدة يعني، شايفة رجولة، شايفة تحمل مسؤولية. على فكرة يا محفوظ وانا قدك انا كنت بعمل زيك كده استاذ وائل. وانا اول مرة بقولها، انا كنت في الدراسة في الاجازة كنت بشتغل علشان ساعد امي وابويا واخواتي كذلك. النوعية دي بتتحمل المسؤولية، النوعية دي بتلاقيها شايلة المسؤولية. طبعا. بس هو نقول له هنا بقى النصح والاحتواء، نقول له الشغل أيوة. الصح والشغل الغلط يعني. نقول له نبعد. هو فاهمها، هو اتزحلق ويمكن ربنا عمل فيه كده علشان هذه النوعية تطلع على السطح معاك يا أستاذ وائل. علشان الأستاذ نجيب ساويرس ياخده، لأن البني آدم ده جواه قلبه أبيض وقلبه نظيف ومش عاوز يعمل أي حاجة غلط. هو شايف الغلط قدامه، هو مش عارف، هو عاوز يثبت لأبوه إن أنت خلفت راجل. الأهم طبعا إن القضية مش قضية محفوظ بس، قضية كل الأطفال كمان وكل الشباب اللي بيحاولوا إنهم يثبتوا نفسهم، محتاجين التوجيه، محتاجين توجيه الدفة، تعديل الطريق، فتح الأبواب، بدلا من الجلد والذبح وقسوة المجتمع. بشكرك أستاذة حنان.